مؤتمر الصحفي صعوبة لقاء الترجي، خاصة أن الفريقين يطمعان في التتويج باللقب القاري هذا الموسم. وننتقل لمتابعة ما قاله حسام البدري في المؤتمر الصحفي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أكيد مباراة الترجي والأهلي أعتقد هي الأهم في البطولة الأفريقية لتاريخي الأهلي والترجي طبعا في المشوار الأفريقي يعني. فأعتقد أن المباراة طبعا مش هتكون سهلة على الطرفين، لكن اللي أنا عاوز أأكد عليه طبعا أن نتيجة المباراة هتنتهي في رادس هناك، يعني لازم يبقى ده معروف أن نتيجة المباراة دي هتتحسم في رادس هناك. بكرة إن شاء الله في شوط مهم جدا لينا إن شاء الله، مباراة الغد هي شوط من شوطين ان شاء الله مركزين فيها طبعا ان شاء الله ان احنا نعمل نتيجه كويسه ان شاء الله. لكن بالتاكيد كل الحسابات وكل الخبرات اللي قبل كده المباراه الكبيره دي بتنتهي في الشوط الثاني، يعني فالشوط الثاني هيبقى كمان في رادس يعني. فان شاء الله باذن الله نبقى موفقين بكره ان شاء الله، واكيد انا متاكد ان الطرفين مركزين بشكل كبير جدا حتى من النواحي الفنيه. اعتقد ان احنا معروفين قوي للترجي، والترجي معروف قوي لينا في اسلوب لعبه وتفكيره. فالمباراه طبعا هتكون في الملعب يعني فيها طبعا تاثير على اداء اللاعبين، والنتيجه هتتاثر باداء اللاعبين وتركيز اللاعبين والتوفيق طبعا، والمدربين برضه هيبقى ليهم دور كبير طبعا في المباراه. اتفضلوا. يعني هي المباراة التملي بقول بجانب الملعب بيبقى في بعض برضو التصريحات اللي هي البعض بيحاول ان هي يبقى فيها ضغط عصبي وفيها، لكن اكيد انا مركز طبعا ان انا اكسب المباراة هنا طبعا بشكل كويس وبشكل ان شاء الله يريحني ان شاء الله في مباراة رادس ان شاء الله، وده تفكير وتفكير اللعيبة في النادي الاهلي. لكن تملي بقول من خلال خبراتي انا ان النتيجه بكره مهمه جدا بالنسبه لنا، وان شاء الله هنحاول نعمل نتيجه كويسه باذن الله. لكن برضو مباراه رادس مهمه يعني، واحنا برضو مركزين قوي في مباراه هنا، احنا ما بنفكرش في مباراه رادس دلوقتي، بنفكر في مباراه هنا اللي هي بكره ان شاء الله، وان شاء الله نعمل فيها نتيجه كويسه ان شاء الله. اللعيبه اللي موجوده زي انت سالتي سؤال على اللعيبه، اللعيبه اللي موجوده بالعكس كلهم بيتنافسوا ان هم يبقوا موجودين بكره، والحمد لله ما عندناش اصابات والمنافسه كبيره، ان شاء الله نوفق باذن الله في اختيار افضل عناصر، لان في مراكز عندنا في كل مركز بيبقى فيه لاعب واثنين يعني، فان شاء الله نبقى موفقين في اختياراتنا ان شاء الله. هو بالطبع يعني عاوز اكد ان احنا الجماهير بتاعتنا بتبقى موجوده على فترات طبعا، نظرا لان احنا بنلعب الدوري المحلي بدون جماهير، لكن ثبت طبعا باليقين وحتى في مشوار التاهل بتاعنا ان الجماهير بتبقى عامل ايجابي جدا بالنسبه لنا، وشفنا الكلام دوت في اكتر من مباراه، مباراه القطن واكتر من مباراه يعني. فانا باكد طبعا ان الجماهير هتبقى عامل ايجابي جدا بالنسبه للعيبه، وبالعكس يعني انت عارف لعيبه النادي الاهلي الجماهير بتبقى بالنسبه لها وقود يعني. فال 20,000 دول ان شاء الله باذن الله هيبقوا عامل ايجابي في صالحنا بكره ان شاء الله ان شاء الله. اهلا ان شاء الله. من وجهة نظر حضرتك شايف ايه المميز اللي ممكن تساعد
يعني هجاوبك السؤال من الاخر، وليد جاهز ان شاء الله، وقلت لك ان شاء الله ما فيش غيابات، بل بالعكس يعني كل اللعيبه موجوده وهيبقوا جاهزين لاختياراتنا احنا ان شاء الله، اختيارات الجهاز الفني. بالنسبه لعامل الفوز بكره، الجمهور مهم جدا طبعا، والجمهور في صالحنا ان شاء الله، بتلعب على ملعبك. المباراه الاولى زي ما انا بقوله، هي المباراه دي يعني هي شوط من شوطين، لكن مهمه جدا بالنسبه لنا. في نواحي فنيه بقول لك واضحه للفرقتين، مش هنتكلم فيها في التفاصيل طبعا، لكن عامل التوفيق برضو مهم جدا، يعني على المستوى لما بتتكلم على الاهلي، بتتكلم على الترجي، بيبقى برضو عامل التوفيق ضمن الحسابات دي. لكن اكيد العامل الفنيه هيبقى ليها تاثير كبير جدا، لان زي ما بقول لك احنا حافظين بعض، والترجي عنده سلبيات وعنده ايجابيات، فاحنا حافظين الايجابيات و هنتعامل معاها بتركيز كبير جدا، والسلبيات اللي عند الترجي برضو هنتعامل معاها ونحاول ان شاء الله نستغلها بشكل كويس ان شاء الله. هو زي ما انا بقول، اكيد كل ما بتتفرج على الفرقه اكتر بتحفظها بشكل اكتر. الترجي بالفعل كان موجود هنا في البطوله العربيه، اتفرجنا عليه في مباراه الدوري اللي هو لعبها هنا، وتشكيله ثابت، يعني التغييرات فيه بتبقى محدوده جدا، فريق الترجي يعني التغييرات بتبقى قليله جدا، لكن التشكيل ثابت، فانت عارف العناصر، وهو اعتقد هم طبعا برضو عارفين فريق الاهلي بشكل كويس جدا. فزي ما انا بقول لك، المباراه برضو الملعب هيبقى ليه عامل كبير جدا، يعني الملعب اللي هو الجيم اللي هيبقى ما بين اللعيبه بعضهم ضد بعض يعني، واحنا كمان كمدربين برضو، والتغييرات هيبقى ليها، والتوفيق برضو. هي دي الماتشات الكبيره بتبقى كده، حته الحظ وكده. بتمنى طبعا زي ما بقول لك التوفيق يبقى في صالحنا، لكن كل مباراه ليها ظروفها، يعني استحاله انت التاريخ بتلعب على التاريخ او كده، كل مباراه بيبقى ليها ظروفها. لا، وخسرت برضه من الترجي، خسرت ماتش انرامو، يعني خسرت في خسرت هناك في تونس 1-0 في المباراه بتاعت انرامو اللي انا خسرتها ديت. لكن انا لعبت مع الترجي بالفعل اربع مباريات، لعبت اربع مباريات، اتعادلت واحده وكسبت اثنين وخسرت واحده، ده الريكورد بتاعي مع الترجي. ان شاء الله يبقى التحكيم موفق ان شاء الله كمان ان شاء الله. انا باكد يعني الفرق الكبيره دي ملامحها بتبقى متشابهه بشكل كبير جدا. إذا اتكلمنا على الجماهير هنلاقي الملامح متشابهة بشكل كبير. الأهلي عنده جماهير عظيمة طبعا في كل حاجة طبعا، ومن الجماهير طبعا إذا ما كانوش الأميز على مستوى القارة الأفريقية والعربية، يعني جماهير النادي الأهلي مميزة، وجودهم بكرة هيبقى دافع كبير لينا. فرقة الترجي برضو من الفرق اللي عندها جماهير مميزة، وأنا شفتهم يعني شفتهم بره تونس وشفتهم في تونس برضو مميزين. بقول لك الملامح بتاعت الفرق الكبيره دي بتبقى متشابهه، وبنرحب بيهم طبعا في مصر، وبنرحب بالجماهير التونسيه اللي موجوده في مصر، وان شاء الله على المستوى الجماهير كمان ان شاء الله تبقى مباراه تليق بالفريقين ان شاء الله في كل حاجه، في الهدوء وفي النظام. لكن انا بقول هي مباراه كبيره في الملعب بين فرقتين، وان شاء الله نكون موفقين فيها باذن الله ان شاء الله باذن الله.